بعد تقديم الدورة الثانية لمعرض التشكيلي المختلط الذي يجمع ما بين فنانين مغاربة وفنانين أفارقة. الدورة الثانية منظمة من طرف جمعية أفاق شالة للمسرح والسينما في إطار شراكة مع جمعية أجيالكم والمركز الثقافي سلة جديدة، وهو مدعم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. الهدف من هذا المهرجان، هذا المعرض التشكيلي، هو من ناحية إبراز قدرات مجموعة من الفنانين سواء في المغرب أو من إفريقيا، من ناحية ثانية محاولة لإدماج المهاجرين ببلادنا بحيث تتاح لهم هذه الفرصة لإبراز قدراتهم الفنية والثقافية والإبداعية بصفة عامة. إضافة إلى هذا هو يعني طريق يعني وفي سياق آخر هو يعني انفتاح على الآخر، انفتاح على ثقافة الآخر، ويعني لإبراز بأن المغرب بلد مفتوح على جميع التيارات وعلى جميع الثقافات. سارة دافر الله، رئيسة جمعية أجيالكم الثقافة والفنون التنمية. اليوم احنا اجتمعنا في حدث هذا المعرض المميز بمناسبة الهجرة ومشاركة مع جمعية أفاق شالة للسينما والمسرح بحضور عدد كبير من الفنانين في المغرب من الدول الإفريقية، وكنشكر أصوات على الواكبة الدائمة ديالهم. إمام مستقبل أرتيست فنان، أنا بارتيسيبونت اليوم l'exposition collective et Matara Dafrola le complexe culturel de Slashtina sur le thème de l'histoire où les artistes sont les modèles sont les pays et je pense que c'est un peu de la partie de la partie أنا تشكيلية بديت في المعارض هذه عامين سنين تقريبا. في الأول كنت كنرسم على الزجاج، ومن بعد انتقلت للرسم على الأكوال القماش أو اليوم هي الشرف باش نشارك في هذا المعرض ومنظمات الفنانة سارة تقريبا اللي لها الشرف باش جمعت واحد الخيرة ديال الفنانين كل واحد بالأسلوب ديالو، كل واحد بالمنظور ديالو للفن، كل واحد بالرسائل أو الرؤية ديالو للمجموعة ديال الأشياء. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.